بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا مشاهدينا ومتابعينا في قناتنا خير مشاهد، جبنا لكم فيديو جديد صيد الورل بالبنادق النارية. هنشوفها توا بعض. شوف اللي قدامكم ده طبعا تنين الكومودو. شوف 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 صيد قرد. شوف 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 خلاص القرد ملوش أي فرصة للهرب، سيطر عليه سيطرة تامة. شوف 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 التهموا ازاي، ابتلعوا. طبعا الزاحف ده من ايام الديناصورات. شوف ابتلع القرد دفعه واحده. هنا ابتدى الصيد الورل. طبعا ندم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، وانا اوعدكم باذن الله تعالى جاي هيكون احلى واحلى واحلى بفضل الله تعالى. طبعا السحالة الضخمة دي وجبة في شرق آسيا بياكلوه. بياكلوا كل حاجة حتى الخفافيش. شوف الصياد بيستهدف رأس السحلية. طبعا سحال الورل المشهور عنها في شرق آسيا لحمة مقوعة، وعلشان كده بياكلوها. إصابة في الرأس مميتة.